أستاذي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحب أن أسألك عن سند هذا الحديث. وهو حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، حدثنا إسحاق بن سويد، حدثنا يحيى بن يعمر. حدثنا يحيى ابن يعمر. إسحاق بقول لك. إسحاق مين؟ ابن سويد. ها؟ سويد. ابن سويد. سويد. إيه؟ أرجو المعذرة. إيه؟ عن يحيى ابن يعمر، عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان بن مضعون: أتؤمن بما نؤمن به؟ قال: بلى. قال: فأسوة ما لك بنا، رجاله ثقات كلهم إلا مؤمل هذا. مؤمل إلا مؤمل هذا وابن إسماعيل. نعم، هذا ففيه كلام. قال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق شديد في السنة كثير الخطأ. وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظ. قال أحدهم: فلعله حديث حسن إن شاء الله. فما رأيكم؟ جزاكم الله خيرا. الحديث إسناده ضعيف. نعم، لكن يمكن أن يكون حسنا فيما إذا تتبعت شواهده. وما علته؟ هو مؤمل هذا. نعم. طب أستاذي، توثيق ابن معين قال عنه ثقة، ما يؤخذ به؟ ولماذا لا يؤخذ بالمجرح؟ نعم، أولى طبعا. طبعا. جزاك الله خيرا. آمين.